مرحبا متابعين الكرام عبر قناة شوف تي في مباشرة من سيدي بن نور في هذه الجولة الليلية اللي غادي نقلكم من قلب مدينة سيدي بن نور في هذه الأجواء الليلية مباشرة من سيدي بن نور اللي غنقلكم في هذه الجولة عبر شوارع مدينة سيدي بن نور وغادي نحاول أننا نناقشوا موضوع حالة الطوارئ الصحية حالة الطوارئ الصحية اللي تم التمديد ديالها لمدة شهر إضافي هذا اللي حقا أزم الوضعية ديال المغاربة واش انتوما مع ولا ضد الشهرة مرحبا كما كنت غادي تشوف معنا هذه الجولة عبر شوارع مدينة سيدي بن نور اللي غادي نقلكم في هذا الأجواء صحيح مباشرة من مدينة سيدي بن نور عبر قناة شوف تي في اللي غادي نقوم معكم بهذه الجولة وقفة بارطاجيو معنا الخوت بارطاجيو هاد المباشر هذا بغيتنا نبارطاجيو وغادي نطلقوا على بركة الله في الجولة ديالنا أنا غادي نقوم معكم في هذه الجولة في شوارع مدينة سيدي بن نور وكذلك اللي غادي نناقش معكم هذا الموضوع ديال واش نتوما مع ولا ضد إضافة وتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر وهذا اللي رغم أن الضائقة المالية وفرص الشغل اللي ضاعت وكذلك القطاعات المتضررة من هذه الجائحة وكذلك من هذه فترة التمديد لحالة الطوارئ الصحية كما كتشوفوا معنا احنا دائما مباشرة من شوارع مدينة سيدي بن نور كما كتشوفوا هذا القرار ديال الحكومة لإضافة شهر آخر من فترة حالة الطوارئ الصحية اللي أعلنت عليها الحكومة خلال اليوم
وعليكم السلام. غير الاخوان مازال ما شفتش التعليقات ديالكم. دائما متابعي قناة شوف تيفي مباشرة من مدينة سيدي بن نور المعز وهير في هذه الجولة، وكذلك اللي غادي نحاول اننا نناقشوا هذا الموضوع ديال حالة الطوارئ الصحية اللي فرضتها الحكومة خلال هذا الشهر هذا للتمديد لمدة الشهر. غير كنتمنى واش غادا تكون هاد التمديد وغادي يفرض شهر رمضان الاغلاق الثاني ديال الثمانية، او مازال ما كاينش شي حاجة اللي رسمية في هاد اليوم هذا، رغم الناس متضررة بزاف 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 بزاف. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى، أمي سلام الزهرة أفيس مرحبا أمي اللهم بلغنا ليلة القدر إن شاء الله. أنا ضد القرار عاتق محمد، دعاء مساء الخير مساء النور مساء المحبة مساء الحب والجميع والمودة، وتحية خاصة لكل المتابعين ديالنا اللي كيتابعونا عبر هذا البث المباشر عبر قناة شوف تيفي، قناة الشعب أول قناة إلكترونية تلفزية بالمملكة المغربية، اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى اننا نوفق في هذا العمل داخل مؤسسة قناة شوف تيفي قناة الشعب، اللي من خلالها كنحاول اننا نوصلوا الاصوات ديالنا والاصوات ديالكم. الله يبعد علينا هذا البلاء هذا، الله يبعد علينا هذه الحالة هذه، ورجعوا الايام العاديه ديالنا، رجعوا للعمل، رجعوا لفرص الشغل، لان الناس راها ضرات بالفعل، جميع القطاعات ضرات بشكل كبير، خصوصا قطاع المقاهي وكذلك قطاع الحفلات. يعني هادو تأثروا بشكل كبير صراحة، تأثروا بشكل كبير من هاد الجائحة هذه، لولا الألطاف الإلهية والناس، يعني الشعب المغربي، الشعب اللي كيكافح، الشعب اللي كيناضل لأجل لقمة العيش، لكان ما لا يحمد عقباه. يعني كنتمنى من الله سبحانه وتعالى، الله يبعد لنا هذا البلاء هذا، الله يبعد لنا هذا البلاء، الله يبعد لنا هذا البلاء، الله يبعد لنا هذا البلاء. بغينا نرجعوا نخدموا، بغينا نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا، الشوارع تكون عامره، المساجد عامره، يعني كل شيء الحركه تكون عاديه. هذا هو اللي كنتمناه من الله سبحانه وتعالى باش نتوفقوا في هذه الامور هذه، لان بكل صراحه الناس متضرره جدا 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 من هذه الجائحه، من هذا الوباء اللي سلطه الله سبحانه وتعالى، اللي كنتمناه من الله سبحانه وتعالى أنه يبعد علينا هذا الوباء ويرفع علينا هذا الوباء.
نتمنى ان جميع المغاربه وجميع الامه المسلمه انهم يرفعوا الدعوات باش هذا امتحان من عند الله سبحانه وتعالى. هذا امتحان من عند الله سبحانه وتعالى اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى اننا نكونوا في المستوى ونكونوا عند حسن التطلعات ديال الساكنه المغربيه والشعب المغربي اللي في الحقيقه الشعب اللي كنفتخروا به والشعب اللي الشعب مكافح. نجيب وصل للزاويه وصل الزاويه اسماعيل دائما يعني كلشي بخير سي مصطفى؟ ياك بخير؟ سي مصطفى هذا خارق حال الطوارئ بعدا. من هنا تحية للزميل مصطفى إسعاد صاحب موقع دوكالة تي في أو أول موقع أو قناة تلفزية بسيدي بنور بدوكالة. كنتمنوا له التوفيق إن شاء الله من خيرة الصحفيين من مدينة سيدي بنور. يعني بكل صراحة مصطفى إسعاد من عائلة متواضعة، عائلة يعني مثقفة. بكل صراحة لم نجد فيه سوى الترحاب وكذلك الأفكار النيرة والتعاون ديالو وبالتجربة ديالو بالخبرة ديالو اللي كيتمتع بها. بصراحة اللي كنتمنوا ليه حظ موفق سي مصطفى إسعاد وكذلك لجميع الزملاء. يعني من الناس غيورين على مدينة سيدي بنور وعلى الساكنة البنورية. بكل صراحة اللي كنتمنوا أنه كيمثل دائما كيمثل مدينة سيدي بنور في عدة محافل وطنية ودولية. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. دائما مباشره على قناه شوف تي في مباشره من مدينه سيدي بنور في هذا البث المباشر اللي من خلاله كنناقشوا يعني فتره تمديد حاله الطوارئ الصحيه اللي زادت فيها الشهر دابا ولات يعني كما تنقولوا غادا وكتزاد والناس بصراحة يعني الناس متضررة. الناس اللي متضررة في هذا الميدان، هذا في ميدان الحفلات ميدان المقاهي. يعني بكل صراحة الناس اللي كتعمل بجد وعلى طرف ديال الخبز يعني من هنا اللي تنقولوا لهم الله يسهل عليكم والله يعاونكم والله يبعد هذا البلاء. هو اللي كنتمناو الله يبعد لنا هذا البلاء هذا باش ترجع الايام العاديه الايام الجميله السفر رجعوا يعني بكل صراحه اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى دائما تنقول الله يبعد لنا هذا البلاء الله يرفع علينا هذا البلاء هذا وان شاء الله ثقتنا كبيره واملنا في الله سبحانه وتعالى لان الله يمهل ولا يهمل والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يعني كنتمناو الله يسعد جميع المسلمين وجميع المغاربة خصوصا المغاربة المتضررين وإن شاء الله رحنا غادي دقة دقة إن شاء الله. وكما كتشوفوا عملية تلقيح راه فاتت 5 ديال المليون
راها راه الامور غادي الاحسن، غادي الاحسن يعني. هذا هو اللي كنتمنوا وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى. الله يبعد علينا هذا البلاء هذا. وتحية كما كتشوف معنا حنا دائما في هذه الاجواء الليلية بمدينة سيدي بنور. ومرحبا بكم عند زهير، فاطمة، فاكر الله اختي، هي مدينة جميلة، مدينة سيدي بنور. تحية لكل الشرفاء وتحية لكل أبناء مدينة سيدي بنور. بكل صراحة نعتز بانتمائنا لهذا البلد العزيز. متابعينا عبر الشعب أول قناة إلكترونية تلفزية، مرحبا عند زهير من سيدي بنور في هذا البث المباشر اللي كان قلت لكم من قلب مدينة سيدي بنور، من قلب عاصمة الدكالة. ومرحبا ولاد البلاد، شرف لينا، شرف الانتماء، شرف الانتماء لدكالة ولعاصمة الدكالة مدينة سيدي بنور. كما قلنا المدينة العزيزة علينا وعلى قلوبنا، مدينة الحب، مدينة السلام، مدينة دائما المتتبعين الكرام. كما كتشوفوا معنا احنا دائما في هذه الجولة ان شاء الله غدا اللي غادي نطرقوا كذلك لهذا الموضوع ديال هذه الحديقه، حديقه شبح الموت، حديقه الاشباح هي هذه. كذلك غادي نطرقوا الموضوع ديال النفايات ان شاء الله غدا، لان غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج. حاتم تحية لكل المتابعين ديالنا، تحية لجميع الشرفاء، تحية لجميع الأبناء الشرفاء المغاربة اللي بكل صراحة نعتز بالمغربية هنا. دائما ومباشرة من قلب مدينة سيدي بنور في هذه الجولة. كما كتشوفوا أجواء رائعة في هذا الليل هذا، رفقة دراجتي ومحبوبة الدراجة العوائية كما تقولوا بيكالتي. أنا والبيكالا كنحوصوا بالليل يعني، أنا وياها في الجولات إن شاء الله. إن شاء الله من بيكالا، إن شاء الله من بيكالا إن شاء الله نديرو موتور، ومن موتور إن شاء الله نديرو طونوبيل، ومن طونوبيل إن شاء الله نديرو شي حاجة أخرى، نديرو شي طيارة ولا شي هليكوبتر. وان شاء الله حاجه اللي كنتمناوها اللي نديروها هي نكونوا عند حسن الظن ديالكم. هذا هو الهدف ديالنا، ما باغي لا كما تنقولوا لا طوموبيل لا كارتي. الهدف ديالنا هو العيش الكريم، وهي لقمه العيش الحلال. هذا هو ما اتمنوه، يعني كل ما اتمناه، كل ما يتمناه زهير هو لقمة العيش الحلال، طرد الخبز الحلال. هذا هو اللي كنتمناو ورضات الوالدين، لا شيء آخر إلا رضات الوالدين وأولادهم.
ولقمة العيش الحلال، لأن الحلال عنده واحد الطعم، عنده واحد الحلاوة. ربي يخلي اختي دعاء ولا بديعة، تحية ليك شي لا فاطمة أمينة اختي. هادشي اللي كنتمناه الله يسهل علينا، اللي كنتمناه ان شاء الله، اللي كنتمناه بكل صراحة هو أننا نكونوا عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى أنني كنكون كنقدم واحد المحتوى اللي جميل، اللي واحد المحتوى اللي كيرضي الساكنة البنورية. الحمد لله من نهار بديت مع شوف تي في بإقليم سيدي بنور، وأنا أقدم دائما ما هو جميل لهذه البلدة. هذا هو اللي كنتمناه، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. المدينة كتغرق بالأسبان، ولكن الحمد لله غدا إن شاء الله غادي نحاولوا نطرقوا هذا الموضوع، لأن هذا موضوع خطير خطير جدا. وهذا الموضوع اللي مازال ما بغاوش يهديهم الله عليه. دائما محبين قناة شوف تي في، كنتم معنا في هذه الجولة الليلية مع هذا البث المباشر، من خلاله وانا معكم بجولة عبر شوارع مدينة سيدي بنور من اجل توصيل صورة جميلة على المدينة وتعريف بمدينة سيدي بنور. من هنا إن شاء الله حسن الغزاني، لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله، وشكرا على تتبعكم.